السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة الستات. مكملين مع حضراتكم الأخبار المتعلقة بالفنانة شيرين عبد الوهاب، والنهاردة هنتكلم عن زيارة الفنانة أحلام للفنانة شيرين عبد الوهاب في المستشفى اللي محجوزة فيها للعلاج من الإدمان. هنعرف تفاصيل الزيارة وإيه رسالة أحلام لشيرين والكلام اللي قالته لها في الزيارة. بس قبل أي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. داخلين دلوقتي على 3 أسابيع ولسه الفنانة شيرين عبد الوهاب موجودة في المستشفى اللي دخلها أخوها فيها بالعافية عشان تتعالج من الإدمان، وعرفنا أن الحمد لله شيرين حالتها بتتحسن بشكل ملحوظ، وتم وضع نظام غذائي مخصوص ليها علشان تقدر تسترجع رشاقتها ووزنها المثالي. كمان شيرين بدأت أنها تنزل الجيم اللي في المستشفى اللي موجودة فيها، وعرفنا كمان أنه تم الاستعانة بأجهزة إضافية للجيم علشان شيرين مخصوص. ومن حوالي أسبوع قال أخو شيرين والدتها في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب أن حسام حبيب هو السبب في الحالة اللي وصلت لها شيرين، وهو اللي وجهها لطريق الإدمان، وطلبوا من سيادة الرئيس أنه يحمي شيرين من حسام حبيب. وبعدها بكم يوم عمل حسام حبيب مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، وقالوا أنه شاف شيرين بتتعذب وبتنضرب قدامه من أخوها ومن مجموعة كانت معاه، وأنهم جروها بلبس البيت للمستشفى اللي محجوزة فيها دلوقتي. وقال حسام أنه مش ممكن يتخلى عن شيرين في الظروف دي، وأن أخوها كل اللي يهمه بس هو فلوس شيرين، وأن اللي مضايقه أن الحنفيات قفلت على حد قوله، وأن كل اللي عمله كان عشان يحافظ على شيرين وفلوس شيرين. ووسط كل ده عرفنا أن الفنانة أحلام زارت الفنانة شيرين عبد الوهاب في المستشفى. كده يا قلبي حتى مني كل حاجة. بعد ما تسمح ليها بالزيارات، ووجهت الفنانة أحلام رسالة لشيرين وقالت لها معاك للأبد وكلنا شيرين عبد الوهاب، حبيبتي لازم ترجعي شيرين اللي كلنا عارفينها، وأنا منتظرة ألبومك الجديد يا عيوني. بناتك يا شيرين لازم تحافظي عليهم، هم محتاجينك قوي في الفترة دي، وأنا بحبك قوي لطيبة قلبك، وبلاش ترجعي لحسام تاني، هو مش بيحبك للأسف، هو بيستغل طبتك. لازم ترجعي لجمهورك اللي مستنيكي، جمهورك اللي بيحبك قوي يا شيرين. وخلال زيارة أحلام لشيرين عرفنا أن شيرين انهارت من البكاء، وقالت لأحلام أنا اتفضحت يا أحلام وحياتي اتدمرت. وحاولت أحلام تطيب خاطرها وتخرجها من الحالة النفسية الصعبة اللي كانت فيها. في النهاية كلنا بندعي للجميلة شيرين عبد الوهاب إن ربنا يشفيها وتقوم بألف سلامة وترجع لبناتها وكل جمهورها ومحبيها في أقرب وقت ممكن. ربنا يشفيك يا شيرين ويبعد عنك كل واحد طمعان فيكي، لأنك فعلا إنسانة طيبة وقلبك طيب وما تستهليش اللي بيحصل فيكي ده. وأنا بشكركم جدا لأنكم كملتوا معايا الفيديو لحد دلوقت، على وعد بلقاء جديد. ولحد هنا يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد. سلام.